مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم نحن وياكم في الدور نصف النهائي مربع الكبار في بطولة كبيرة وقوية جدا هذا الموسم، حكاية فيها مباريات كبيرة وطريق صعب لكل فريق. والآن أصبحنا على بعد محطة واحدة من المباراة النهائية اللي يحلم فيها الجميع. الآن طموحات المشجعين كبيرة، مع كل جولة طبعا يكبر طموحات المشجعين، والآن أمل كبير بتجاوز هذا الدور وبلوغ النهائي. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. وركلة البداية، كرة ممتازة، فرصة للتسديد، اللاعب يحاول مرور، تسديدة، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. لمسة بينية. والتسديد. قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحده، مجهود غير عادي ونجم بإمكانيات هائلة. مجهود فردي مميز وانطلاق رائع جدا بالكرة، لكن لم تكتمل هتفة. خلص الكرة ونجح في إبعادها. يحاول الاختراق. لمسة داخل منطقة الجزاء. كرة تمر بسلام على المدافعين. يغير اتجاه اللاعب على الجناح. يستعيد الكرة بسرعة. يمر ويلعب كرة بينية. يسيطر على الكرة. يلعب كرة على اليسار ويلعب كرة رأسية مذهلة، وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما، كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه.
تقف الهجمة هنا تنتهي الأمور هنا. يلعب كرة على اليسار، تمريرة بينية، يقطع الكرة، كرة طولية من الحارس، تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. مهدي بن عطية، تمريرة قوية أكثر من اللازم، يلعبها طولية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى وهذه أخطر كرة في المباراة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تلعب الكرة إلى الأمام، مرت الكرة بشكل جميل، يلعب كرة بينية، يعدي إلى منطقة الجزاء، تسديدة من أول لمسة، مرت الكرة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة، موجود لإبعاد الكرة والعرضية، خلص الكرة ونجح في إبعادها، يستعيد الكرة سريعا. مهدي بن عطية، كرة طولية مباشرة للأمام، يعيدها إلى الحارس، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول أن يلعب كرة بينية، يشير الحكم إلى كورنر، بإمكانه إبعاد الكرة، أوه تدخل جميل واعتراض أجمل، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. قد تكون هذه فرصتهم. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة.
يفقد توازنه. وصلت إليه، عدت الكرة، يحاول فك شف، ها هي تزيد الكرة الخطيرة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. مهدي بن عطية، كرة خطيرة أمام، فرصة للتسديد. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. هذه لعبة جميلة، تسديدة أجمل، كرة مقطوعة بامتياز. بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر ونتمنى أن يكون الأداء أفضل، أن يكون الفريقان يحاول أن يسدد الكرة من هنا. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، والآن عملية التغيير. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة بينية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. يلعب الكرة إلى الأمام، يحاول أن يلعب كرة بينية، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. مهدي بن عطية، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يمر ويلعب كرة بينية أمام، تسديدة في اتجاه المرمى، أبعدوها. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم.
يلعبها ببراعة. الكرة إلى خارج المرمى. فاتت ومرت وصلت إليه. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. مهدي بن عطية. فرصة يسدد الكرة. الكرة في المرمى. يا سلام. كرة لا يمكن أن تضيع. ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة. تغيير كل شيء الآن. أصبحت النتيجة 1-0. كرة طويلة للأمام. كرة على الطرف. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يمر. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. لمسة بينية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يبحث عن المهاجم. لعبة جميلة تسديدة أجمل. تصدي رائع جدا من الحارس. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يلعب كرة بينية طويلة. تحرك جميل. كرة معه الآن. ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ يلعبها ببراعة إلى خارج المرمى. والآن وقت إجراء تغيير مع توقف اللعب. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين.
لمسة بينية، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يحاول أن يلعب كرة بينية، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يمر ويلعب كرة بينية، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. عدت الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر، يلعبها إلى الحارس، كرة طولية من الحارس، يلعب كرة بينية، ينجح في قطع الكرة، كرة طولية إلى الأمام، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة وترجع الكرة إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام. مرت الكرة بشكل جميل، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. يحاول، هل ينجح في إدخال كرة داخل منطقة الجزاء؟ وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة، يواصلون طريقهم بقوة إلى النهائي، نالوا فرصتهم وهم يستحقونها بالتأكيد، فرصة مهمة جدا للفوز بالكأس، لتحقيق المجد. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار،
المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. انتهت المباراة إذن، شكرا على حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة، وإلى اللقاء مع خالص التحية محدثكم فهد العتيبي.